أهلا بكم. رئيس الوزراء يعز بتوجيه دعوات مباشرة للشركات لتنفيذ الربط السكاكي مع إيران، ويوجه بضرورة الالتزام بتوقيتات التنفيذ وعدم التلكؤ. 25 يوما على الاستحقاق الانتخابي، المفوضية تكثف استعداداتها وتهيئ 120 ألف كاميرا لنصبها في مراكز الاقتراع. مطلع العام المقبل، محطات الوقود في العراق تنتقل إلى التعامل المالي الإلكتروني، والنفط تحذر من التعامل بالآلية النقدية. أعمال متواصلة لفريق الجهد الخدمي بالمناطق الأكثر حرماناً، والجهد الحكومي يشرع بأعمال 70 شارعاً ضمن منطقة الخطيب الزراعية. بدءاً من صباح الجمعة، الخارجية القطرية تحدد موعد الهدنة الإنسانية في غزة، وتعرب عن أملها بالوصول إلى هدنة وسلام دائم. الصحة الفلسطينية تقرر إيقاف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى، وتحمل الاحتلال والأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية. الطيران الصهيوني يقصف منازل في حي الزيتون وبيت لاهيا والقسام، تستهدف حشود قوات الاحتلال في صوفا ومحور مسارم. التفاصيل تأتيكم على رأس الساعة القادمة. نلقاكم. We'll be right back.